شوف هذا عملك يرضي الإمام المهدي أو لا. أصلاً أنت فكرت يوم من الأيام أرد أشوف أنا أعمالي في مرضات الله ومو في مرضات الله؟ المرجع الكبير الراحل الشيخ محمد طه نجف من كبار علماء النجف الأشرف، عالم متصدي للحوزة العلمية، يوم من الأيام قال أريد أشوف أعمالي مرضية عند الله أم غير مرضية. فذهب عند أمير المؤمنين، دخل في ضريح أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، أنا خادم للشريعة، خادم لكم أهل البيت، أعطي مسائل للناس، عندي مبالغ أصرفها على الناس على المحتاجين. سيدي يا أمير المؤمنين، أريد أشوف أنا مرضي عندك أم لا؟ هذه أعمال المبالغ اللي أنا أصرفها، الأمور اللي أنا أسويها مرضية أعمالي عندكم أم لا؟ راح عند أمير المؤمنين مرة ومرتين وأسبوع وشهر وسنة، ثلاث سنوات يروح عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا المرجع الكبير. زين المرجع هذا ما يحتاج، لأنه المرجع التقليد كل أعماله وفق رضا الله إن شاء الله، يسعى دائما. أنا وياك لازم ندور هذه الشغلة، مو مرجعنا، مو مراجعنا وعلمائنا، بس شوف المرجع يريد نقي عمله، يريد يتأكد من عمله. ثلاث سنوات إلى أن بعد راح دائما وصاير راح على أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، ثلاث سنوات أجيك دائما وعندي هذه الحاجة، طلبي من عندك يا أبا الحسن، أعمالي مرضية عندكم أم لا؟ في يوم الأيام بقى عند الإمام وألح في حرم أمير المؤمنين. في تلك الليلة رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال له: اذهب إلى ولدي المهدي. روح هناك عند الإمام، هذا إمام زمانك، أنا صحيح إمامك، بس إمامنا الآن منو؟ منو إمامنا اللي يرعانا؟ من هو؟ مو الإمام المهدي؟ مو الإمام الحجة؟ أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه. قال له: روح لإمامك، هذا إمامك المهدي، توسل به. يقول يقول فعلا وجدت، نعم المفروض أنا أروح عند الإمام المهدي، وإلا بس أني أصيح بالإمام وأدعو للإمام، وإلا من نذكر الإمام نخلي إيدنا على رأسنا، ولكن عملي يخالف الإمام. يقول فعلا توجهت للإمام. القضية ما أطولها، ما أرد أفصلها، إلى أن تشرف بلقاء الإمام، ولكن لم يعرف أن هذا الإمام. يعني هو التقى بالإمام سلام الله عليه وسمع كلمة من الإمام، ثم لما رحل الإمام عرف أن هذا الإمام المهدي. مو يجي واحد يقول هذا يدعي رؤية الإمام، وهذا شايف الإمام، وهذا طالع ويا الإمام. لا، الأمور مو بهالسهولة، مو بهالطريقة كل واحد يدعي الرؤية، وإنما مرجع تقليد يقول لما شفت الإمام ما عرفته، لما راح وبعد ما شفت عرفت أن هذا الإمام. تدري شن قال للإمام؟ هذه الكلمة كلتنا نحتاجها، هذه الكلمة كل واحد من عندنا يحتاج هذه الكلمة. شنو قال للإمام؟ قال: يا شيخ، أنت مرضي عندنا. إيش قد إلى قيمة؟ أنت مرضي عندنا. يقول ذاك الوقت عرفت أن أعمالي مرضية عند الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.